الطماطم حضرتك بدات تنزل يعني 7 جنيه 8 جنيه الكيلو، الكميه قليله الاسعار بتطلع، الكميه كتير حضرتك الاسعار بتنزل. دلوقتي كل حاجه غليت، التزييب بياخدوا كميات، واخدوا السلع النظيفه والكميه النظيفه، طبعا الخضار لازم يغلى. مفيش ارتفاع اسعار، فين ارتفاع اسعار؟ طماطم الخيار ب2.5، الكوسه ب3، والعروس ب2 جنيه. محصول القطه سعرها زاد لان مفيش انتاج، ناس مديونه للوكايل اقل واحد ب60,000. الكيماوي عندنا الشكاره ب250، شكاره البتسن ب570، الرش اللي كان بنجيبه ب500 جنيه ب1250، لكن لولا السنه دي سعرها ما زادش من قله الانتاج كان احنا شحتنا وبعنا الاراضي بتاعتنا. بعد كده هنبطل الخضار، هنزرع غله وهنزرع فول وهنزرع برسيم. احنا في سوق العبور كل حاجه متوفره، بس الجو تعبان يعني من الناس اللي هيشتروا يعني. ما فيش فلوس زي الاول، البطاطس مثلا ب3 جنيه. بيقولوا شهداء بتوع سوق العبور هم اللي بيغلوا اسعار وهم اللي السلع كلها اللي رافعينها. طبعا بالعكس، الفلفل اللي ثلاث اربع ايام ب4 جنيه وب3 جنيه، بره زي ما هو ب10 جنيه ما نزلش. ما فيش حركه خالص، السواق بره مبهدل الدنيا. ما هي تعب الدنيا السواق بره. فلان بيقول لك باع بكذا وفلان باع بكذا وفلان والفلاح بيرمى على السعر، ما بيرمحش عليه. امال الاسواق بره بتباع احسن مننا هنا خالص.